السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم وفي برنامجكم أسئلتكم تهمني. إن شاء الله هناك سؤال يقول: أنا يا شيخ عندي مس وتعالجت كثير والآن عندي 3 سنوات، ما رقيت، أحس في مكاني أن حد يلمس عورتي، وفي منامي دائما ما أجي أصوم أحلم معاشرة جنسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تحرش من المس العاشق، والمس العاشق الذي يتحرش بهذه القدرة ربما هو قديم، مس قديم. وإن كنت تتعالجين 3 سنوات، لأن بعض الناس يفضح العاشق في جسده في 3 سنوات، ولكنه قد يكون من 20 سنة في جسده وهو لا يشعر، حتى لما يعني يمر عليها سن الزواج ترقي نفسها وتظن أنها دخلها في هذه السنوات. البنات والفتيات لا يدخلهم المس العاشق في 25 سنة و30 سنة، في أغلب الأحيان يدخل في 12 سنة 13 سنة ويعطل لهم الزواج، وتصل 30 سنة 35 ولم تتزوج، فهذا يدل على أن المس العاشق دار في 15 سنة أو في 12 سنة أو في 14 سنة. لماذا؟ لأن الذروة التي السن الذروة الذي يتزوج في البنات وهو 18 17 20، فإذا هي لم تزوج في هذا السن فإن المس العاشق كان في 13 سنة 14 سنة 15 سنة، في أيام المراهقة في تلك السن لا تهتم البنات لا بالوضوء ولا بالصلاة وغير ذلك من الأمور، وهنا تقع الطامة الكبرى ويدخل المس العاشق. لذلك نحن نركز على تربية أبنائنا وكي ننصحهم ونرغمهم على الصلاة بإذن الله رغم عنهم، لأن نحن من يدفع الثمن إذا هم أصيبوا بالمس العاشق أو إذا هم تعطلهم الزواج، نحن من يدفع الثمن لأننا نعاني ما كان، لأن الإنسان إذا مرضت له ابنته أو ولده فإنه يعاني مثل ما تعاني ابنته. لذلك أيقظوا أبناءكم للصلاة وعلمهم الصلاة قبل 10 سنين، علموهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأضربوهم في 10 سنين، لأن هذا يؤدي أن ابنك أو ابنتك ستصلي في 14 سنة و15 سنة ولا يأتيها المس العاشق كما تقول الأخت. وهذا المس العاشق لما يكون قديم في الجسد يتحرش، رغم أنك قرأت القرآن وفعلت، فإنه كأنه يقول لك: أنا أملك الجسد، لا تعذب نفسك، لا تتعب نفسك في هذه الأمور والتحصينات وغير ذلك الأمور، فإن هذا العاشق يؤذيه الصوم. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى عليك بإذن الله تبارك وتعالى قبل النوم أن تقولي: اللهم أحرق كل عاشق زاني فاحش يا الله. تقوليها إن شاء الله 20 مرة، 25 مرة، 30 مرة قبل النوم، سواء بعد الفجر أو بعد العشاء. إذا قلت إن شاء الله فلن يتحرش بك لأنه سيحترق بإذن الله. اللهم أحرق كل عاشق زاني فاحش، تقولها بإذن الله تبارك وتعالى 21 أو 33 قبل النوم، فإنه سيحترق ويتعذب لأنك مبتلات وقريبة إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.